الحمد لله على نتيجة المقابلة. نورمالمون بالنسبة لنا كنستحقو أكثر من الجهد اللي قاموا به اللاعبين، لأن ثلاث أطوار المقابلة، لا في ميتون ولا ديزيام ميتون كنا تنظن بلي أون لارجومون دوميني لو ماتش، لا أو نيفو دو لا بوسيسيون حتى ميم أو نيفو دي زوكازيون. إلا غنهضرو على حتى تروا زوكازيون ديال الأسفي، سي توتا في نورمال، أون بون إيكيب في القطرين ديال العام، سانسيرمون عندهم دي بون جوار. بالنسبة ليا الماتش ديال اليوم كان ماتش pratiquement complet. كان كنخسر داك البيت اللي ما مرزوم ما جاش. ان توكا برومي ماتش ديال ليكيب او كومبلي، لعبات كاليفورنيا في اخر خطا ما زادت كاليفورنيا دي جوار وحدين اخرين. بالنسبه ليا ميم سي لو ريزولتا بالنسبه ليا ضامي شي شويه، حيت بالنسبه ليا ضيعنا ماتش، ضيعنا نقطه مع فاس. اليوم كنا نستحقوا 3 بوان ديالنا، 2 بوان كتمشي لينا عاوتاني دو بلوس. مي بون اون فاس غاتخاطر ان شاء الله الرحمن الرحيم. Le fait qu'on a regroupé tout l'effectif, c'est déjà une bonne chose. Inch'Allah, déjà de 6 semaines, il y a un match contre le champion, donc on va dire que c'est un match contre le champion. Il y a des aspects de jeu, mais je suis satisfait.